هو على تفاعل الاعشاب مع الادويه. غادي نجاوبوا عليها رفقه الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، وارقامنا ان شاء الله غتكون مفتوحه، وراه الاشاره لكل الناس اللي بغاو يطرحوا اي سؤال خاص بالموضوع ديال اليوم. وكان هو موضوعنا بناء على طلب ورغبه الكثير من المستمعين الكرام اللي بغاو نطرحوا هذا الموضوع من خلال برنامج الصحه والسلامه، وكنتمنوا ان شاء الله انه الاستفاده تكون في الحلقه ديال اليوم. فجميع الاعشاب بكل انواعها غادي نتكلموا عليها بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الادويه وفي نفس الوقت كيلجؤوا لبعض الاعشاب لبعض الوصفات او للخلطات، فشنو التفاعل اللي كيوقع؟ هذه النقطه المطروحه اليوم من خلال برنامج الصحه والسلامه. فمباشره غادي نمشيو مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، هو ايضا لظروف صحيه فما قدرش يكون حاضر معنا في الاستوديو، هو اليوم معنا فقط عبر الهاتف. صباح الخير واهلا بك دكتور عبد الخالق الرمضاني. اهلا بك، تحيه لك، تحيه للطاقه المجموعه، تحيه لجميع المستمعات والمستمعين. اهلا، وان شاء الله دعوتنا لك بالشفاء العاجل والقريب دكتور عبد الخالق الرمضاني. كنت طبعا خضعتي العمليه، الحمد لله كانت بسيطه مرت بسلام، فنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل والقريب. انت دابا في فتره نقاهه ورغم ذلك التزمتي وانت معنا دابا على الهواء مباشره، فشكرا لك. اذا في البدايه دكتور عبد الخالق الرمضاني، كنعرفوا انه بزاف ديال الناس في الوقت اللي كيتناولوا فيه وصفة طبية يعني تحت إشراف طبي المرض معين، ممكن يكون داء السكري، ممكن يكون ضغط الدم أو لا أمراض أخرى، فكيلجؤوا كذلك لبعض الوصفات أو الخلطات اللي كيكون الأساس ديالها هو واحد الخليط اللي هو مركب من مجموعة من الأعشاب. فقبل ما غادي نعرفوا شنو هي هاد الأعشاب ونعرفوا كذلك الأدوية وقتاش هاد التفاعل كيوقع، ففي البداية في الجسم أو الذات ديال الإنسان لما كياخذ وصفة طبية وخلطة اللي هي ديال الاعشاب، اشنو كيوقع في الذات ديال الانسان دكتور عبد الخالق الرمضاني؟ كيف ما كنعرفوا وكيف ما فاتنا تطرقنا لها واحد العدد كبير من الحلقات، فملي كنطرقوا فملي كنهضروا على الاعشاب الطبيه فراه هي واحد العدد كبير من المكونات. كنعطينا منهم دي زركرويد، عطينا منهم سابونيد، دي زونتوسيان، دي فلافونويد، دي فينول، يعني واحد العدد كبير ديال المكونات، وفيهم بعض هذه المكونات اللي كتقدر تكون عندها واحد الفعاليه في واحد الاتجاه معين. بطبيعه الحال كما كنعرفوا كيكون عندها كذلك بعض الاعراض، المشاكل الجانبيه اللي تقدر تسبب فيها، وكذلك بعض المضاعفات ممكنه على حسب الكميه والطريقه باش استعملناها. وكذلك كاينه الامكانيه ديال بعض التفاعلات اللي كتمشي في واحد الاتجاه اللي انها كتقدر تنقص لنا من الفعاليه ديال بعض الادويه بالطريقه اللي حنا غادي نشرحوها من بعد. اذا هاد الادويه كما ذكرت فهي واحد المكونات في الاعشاب الطبيه عفوا، فهي واحد العدد كبير من المكونات اللي هي فعاله وعندها واحد الفعاليه في الداس ديالنا، يعني حتى هي كدير لها الميتابوليزم ديالها، حتى هي كتدخل للكبد، حتى هي كتقدر تحتاج انزيمات باش تخدم، حتى هي فيها يعني واحد دي برانسيب اكتيف. هادشي لدرجه ان بعض لي برانسيب اكتيف مثلا اللي كيتم الاستخلاص ديالهم باش كنحقنوهم وكنزيد نديروهم في بعض العلاجات، بعض الادويه نذكر مثلا جيرانيول اللي هو مستخلص من جيرانيول اللي هي العطرشه، جيرانيول اللي هو من واحد المكونات اللي مستخلص من العطرشه، واللي كندخلوه في واحد المكونات منها مثلا بعض العلاجات ديال بعض المشاكل ديال الجيوب الانفيه ديك لي سينوزيت. اذا وكذلك هاد كما ذكرت هاد الاعشاب هذه كتقدر تكون عندها بعض الاعراض ولا حتى بعض هذا، مثلا نعطي مثلا ديال الثوم ديال البصله، الثوم والبصله معروف عليهم لانهم من بين المنافع اللي كنفعونا فيهم ولانهم ايبوغليسيميون، بمعنى انهم كينقصوا لنا من السكر في الدم، ولكن المساله بحكم على انهم غنيين من بين الحوايج كثار اللي هما غنيين بهم، غنيين بواحد الماده اللي كاريمون كنسموها لاسيتو انسولين، يعني الانسولين الطبيعيه، واللي كتلعب في الدور ديالنا، في الدور ديال الانسان ديالنا كتلعب ذاك الدور تقريبا قريب بزاف للانسولين، لدرجه انها كتدخل مع الانسولين حتى في الجسم ديالها. الانسولين ملي كتسالي الخدمه ديالها في الدات ديالنا كتدخل عندنا لواحد البلاصه في الكبد، واحد ليسيت اللي كاين عندنا في الكبد باش كيتم التخريب ديالها والتخلص منها. هاد الفيتو انسولين كتقدر تدخل يعني في سباق مع هاد الانسولين ديالنا، وبالتالي وما كتخليهاش تخرب، وبالتالي كتبقى عندنا الانسولين خاصه بالنسبه للناس مثلا اللي كيستعملوا ليبره ديال الانسولين، يعني كيكونوا اون سيغ دوزاج، يعني بمعنى ان الانسولين كتبقى حاضره في الدس ديالهم وكدير الفعاليه ديالها اكثر،
والبيانسور مسألة اللي قدروا يتعرضوا لها بطبيعة الحال اللي هي ليبوغليسيمي أو لا يقدر يطيح لهم سكر الله يحفظ. كذلك مثلا الحويجات بسيطة، مسائل الحويجات اللي احنا كنعرفوهم لواحد العدد من السيدات كيستعملوهم، بحال مثلا الجانسينغ كنسمعوا دابا الجانسينغ ولا لا مود اللي ناقص بشوية القوة تمشي تستعمل شوية ديال الجانسينغ. ولكن كاين كذلك كاين عنده بعض التفاعلات مع بعض الأدوية خاصة الوقاخين لي زونتي فيتامين كي، يعني الناس اللي كياخذوا بعض الأدوية باش كيجري الدم أو لا باش ما يتكبدش لهم الدم خاصة، دونك الناس اللي كياخذوا خاصة لي زونتي فيتامين كي، فهنا كاين واحد التفاعل اللي كيمشي في نفس الاتجاه، وبالتالي أن الإنسان يقدر هذيك لادوز اللي عطيها ليه الطبيب ديالو كيقدر حيت كيستعمل الجانسينغ يعني ولات واحد لادوز اللي كدير فعالية أكثر بحكم أن جات واحد الحاجة اللي كتعاونها. إذا كخلاصة الأعشاب كتقدر تمشي في نفس الاتجاه ديال الأدوية، وبالتالي كتقدر تفوت لنا القياس، وهنا ما كتبقاش عندنا مشكل، ما كنقدروش نبقاو عارفين أشنا هو القياس اللي درناه واش كافي ولا ما كافيش. وبعد مرات خاصة إلا ما كانت المعلومة عند الطبيب المعالج فهو ربما كيقول ربما قيل لا دوز اللي حنا نعطيه من العلاج ربما كثيرة إذا خاصني ننقص منها. ألوغ هوايا السبب راه بسيط، هو أن السيد راه استهلك واحد الأدوية اللي مشات في نفس الاتجاه. ونعطي هنا واحد المثل اللي هو معروف، هو ديال لوبيبين اللي هي أولا اليوفاريقون. اليوفاريقون اللي معروف عليها لأنها واحد العشبة اللي كاريمون اللي كناخذوا منها واحد الكمية كبيرة كتلعب ستانيني بتغض لمونو أمين أوكسيدات، يعني كهداول الفعالية ديالها كيفاش كنخدم أولا هنا كيفاش كنفكروا أن ربما الفعالية ديالها كتكون. وهنا كإشارة فر واحد العدد كبير ديال الأعشاب الطبية أخرى كذلك تهي كتخدم في نفس الاتجاه، منهم مثلا حتى القهوة، حتى السكنجبير، حتى جينكو بيلوبات، هما عندهم نسبيا هذا التفاعل مع هذه الأدوية هذه. وبعض الناس اللي كيكونوا كياخذوا من هذا الميبيرتوي وهذا النتيجه ديالها، يعني علاش كتستعمل بواحد العدد ديال الحاجات ولا هي فريقون كتستعمل باش الانسان كيترخى، باش الانسان كيترتاح، خاصه الانسان اللي كيكون في واحد الحاله ديال التوتر درجه انه مثلا فرنسا كنسموه انتيزان بسيكوغولاكسونت. مخا غادي نرجعوا لعندك الى سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني الاخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، ومازال غادي نطرقوا لكثير من النقط والكثير من الامراض والحالات اللي كيكون في هذاك التفاعل ما بين العلاج الطبي او الوصفه الطبيه وما بين وصفه اللي هي التركيبه الاساسيه ديالها هي مجموعه ديال الاعشاب. فغادي نجاوبوا على سؤالك. الام سلمى اللي كتسول على الوليد ديالها عنده مشكل ديال الصرع وكياخذ العلاج الطبي ونصحوها باستعمال بعض الاعشاب، الوليد في العمر ديالو عام ونص، فان شاء الله غادي نرجعوا نجاوبوا على سؤالك. كذلك ام مصطفى نجاوبوا على سؤالك، خليكم معنا فقط في الاستماع وبقوا اوفياء كيف ما عودتونا دائما. فاصل اعلاني وراجعين لكم ما تمشيو فين. اميد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم، احنا في برنامج صحه وسلامه وموضوعنا اليوم على تفاعل الاعشاب والادويه مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني الاخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. مرحبا بكل تساؤلاتكم على 05 22 46 72 50 51 او 52. ما تنسوش كذلك الرقم 5080 ضروري تكتبوا كلمه صحه اس ا اش ا تخلوا فراغ صغير وتبعثوا بسؤالكم هذا الرقم. الى سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني معنا اس ام اس من عند ام سلمى كتقول عندي وليد في العمر ديالو عام ونص عنده النوبات ديال الصرع، هي متبعه لي عن طبيب كياخذ الدواء ديالو كتقول عباره عن اقراص ونصحوها بعض الناس انها تستعمل الاعشاب خصوصا المهدئه، قالت نصحوها بقعقله، نصحوها بالقرنفل ونصحوها بالبابونج او لا كاموميل على انه الوليد يبدا يشرب كاس كل نهار. فكتسول واش ممكن تعطيه يعني هاد الاعشاب مع الادويه والعلاج اللي كياخذوا اللي هو خاص بالصرع. دكا غادي نجاوب ام سلمى من بعد باش نكمل هذا الكتاب ديالي على الفكره ديال الميكاكتوي او لا يفارقون. بالنسبه كما ذكرت في واحد العدد كبير مثلا في اوروبا كانوا كيستعملوا الاقراص المانعه ديال منع الحمل. وتبين ان هذيك الاقراص ما عطاتش المفعول ديالها. وكان العامل المشترك لدرجه ان كان التفكير يعني مشات واحد التفكيرات كثيره ما بين وربما واش هذيك لابيلين ولا هذيك الاقراص اللي كانوا كيستعملوها ماشي فعاله ولا لا. ومن بعد تبين على ان العامل المشترك كان ما بين هذوك السيدات هو انهم كانوا ملي كيكونوا موترين كيستعملوا بعض الاقراص المهدئه اباز للاساس ديالها هو اللي يفارقون على المين بيرتوي. ومن ثم كاين تبين بعض الابحاث اللي تبتات فعلا انه المين بيرتوي بالنسبه للاخوان الصيادله والاطباء اللي كيتصنتوا لنا في غادي يسموا المصطلح ديالهم سيتان بويسون انديكتور انزيماتيك، معناه انه كيحفز لنا
بعض الانزيمات اللي كانت تكون عندنا في الكبد واللي كتصرف علينا من الوتيره ديال التخريب ديال اولا ديال بل ان احنا كان الدت ديالنا كتإليميني هذوك لي هاد الادويه هذه، وبالتالي فما كتكونش الفعاليه ديالهم. واذا هنايا بطبيعه الحال كتكون النتيجه هي ان هاد العلاج واخا الانسان كياخذو ما كيعطيش. بالنسبه للام سلمى، بالنسبه للام سلمى مثلا الميتيرفي حتى هو ظهر لانه كاين عنده تفاعلات مع التريتمون ديال ليبيليبسي فينوباربيتال ولا اي العلاج الاخر، يعني واحد العدد كبير ديال الاعشاب الطبيه تثبت على انها كتنقص لنا من الفعاليه ديال هاد الادويه مع الاعشاب مع ديال فينوباربيتال مثلا ولا بعض العلاجات الاخرى ديال الصرع. بلا ما نساو على انه بطبيعه الحال ربما هذه المساله اللي غادي يكونوا قالوا عليها يعني راه كاين واحد التفاعلات مع واحد العدد كبير من الادويه كذلك، وكذلك واحد التفاعل مع واحد العدد كبير من المواد الطبيعيه اللي ذكرت منها ميبيرتوي. الكامومي هنايا حتى هي واخا محطوطه في قفص الاتهام، ولو انه ما كاينش يعني ابحاث اللي هي متاكده، ولكن ما كيمنعش على انها حتى هي محطوطه في نفس الخانه اللي كنا حطينا فيها بالنسبه للاخت، يعني بحال الحويجه بحال الميبيرتوي بحال لوكاليبتوس بحال درجات الكركوما بحال عصير ديال البومبلوموس، يعني هادو كاملين اللي معروف عليهم على انهم عندهم يعني واحد التاثير، ولو بعض المرات كيكون ايجابي في الحوايج اخرى ولكن سلبي بالنسبه للناس اللي كيستعملوا بعض الادويه. فمن الاحسن انها تبتعد على استعمال ديال الاعشاب الطبيه في الحاله ديال الابن ديالها. واخا اذا سمحتي نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام دكتور عبد الخالق الرمضاني، وغادي ناخذ ام رضا معنا من مدينه اسفي. اهلا بك ام رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، صباح النور. الله يجازيك عافاك، بغيت نسول الدكتور رمضاني علاش. مرحبا. عافاك، انا عندي جوج وليدات فيهم فقر الدم، البنيه عندها 4 سنين والوليد عنده 11 شهر. تنعطيهم خرج لهم السيرو بزوج، وفي نفس الوقت تنعطيهم واحد العشبه سميتها الفوه. تنديرها لهم، تنعجنها لهم مع المخامر، وبعد المرات تنديرها لهم شويه مع الماء وتنعطيها لهم. بغيت غير نسول الدكتور واش هذه مزيانه. وثاني سؤال سمحوا لي غنطول عليكم، شنو هما الحويجات اللي نقدر نعطيهم لهم باش يحدوا لي شويه يسرعوا لي شويه في العلاج ديالهم فقر الدم؟ واش فقر الدم تيتعالج ولا تيعاود مثلا يرجع على المدى البعيد ولا شنو؟ واخا ام رضا الوليدات عملوا التحاليل. عنده التحاليل. واخا فقر الدم شنو لقيتي؟ نقص في الحديد. نقص في الحديد، عندي الهيموغلوبين البنيه عندها 10 فصيله 25 تقريبا. أيه. والوليد عنده 9. واخا واش هاد الدرجه ناقصه بزاف؟ ان والله العظيم بقيت مخلوعه عليهم وغير بالي غير هاد الشيء. ما نعم واضحه ام رضا، وهي مساله طبيعيه، ما نلومكش لانك ام، فهي مساله عاديه. والله اختي تنعس تقريبا ما تيجينيش، وتنبقى نفكر فيهم بزاف وما عرفتش علاش جاهم، رغم انني تنعطيهم ما نقولكش اختي كاع الماكله الخضره كلشي تنعطيهم هاد فقر الدم. ما عرفتش من نعم. كان عندك انت المشكل ديال فقر الدم في الحمل في الفتره ديال الحمل ام رضا؟ لا بصفه نهائيه. اش كيجيك الزوج ديالك؟ الزوج ديالي زعما بعيد عليا، ما عندوش ماشي بالقرابه ولا شي حاجه، ما نظنش ما عندوش مشكل، غير هو بالنسبه لنا فاش كنت حامله بوليداتي تنعاود التحاليل ديال فقر الدم جوج مرات. أيه؟ فترات الحمل ديالي. أوه. يعني ما عنديش مشكل ديال فقر الدم كاع بصفه نهائيه. هو خا ان شاء الله نجاوبوا على سؤالك ام رضا، شكرا لك. بالخير حبيبتي، فرحوني وبغيت نطمع. الله يجازيك بالخير ان شاء الله. العفو ام رضا، هذا واجب علينا، شكرا لك، انت معنا من اسفي. بارك الله فيك، صباحكم بركه علينا وعليك ان شاء الله. اذا دكتور عبد الخالق الرمضاني، بالنسبه للوليدات اللي كياخذوا العلاج اللي هو خاص بفقر الدم، وقالت انها كتعمل لهم العشبه ديال الفوه، كيف ما شرحت انها كتعجنها مع ذاك المخمر او مع البطبوط، او لا بعض المرات كتعطيها لهم كمشروب مع الماء. انا لكن مزيان انك اللي كنبغي دائما نركز عليها هو انه يكون بعدا كاين واحد يعني واحد التشخيص، يعني علاش عنده هاد الفقر ديال الدم، واش عنده الفقر مثلا حينت
كي مثلا ممكن يعني التغذيه ديالو ما توازناش، يعني عنده بحال بعض الناس يعني واحد الحميه الغذائيه ولا النظام الغذائي عنده ما متوازنش، او لا حيت الحديد ما كيستافدش منه ربما كيكون واحد الاكثار في تناول التاي او الشاي، او لا بعض المرات كيستعمل بعض المكملات الغذائيه خاصه اذا كانت مثلا الكالسيوم، واش عندهم حساسيه يعني بعض المشاكل اللي كنمشيو نقلبوا عليها مثلا الناس اللي كتكون عندهم ديك المرض ديال الانتوليرونس او غلوتين. نعم. لما لدي السيلياك يعني بعض نوع من الحساسيه اللي كتكون ديالنا في المعده ديالنا، ولا بعض التهابات ديال الامعاء ديالنا، يعني كان واحد العدد كبير من الاسئله اللي ضروري ان احنا نعرفوهم عاد باش كنفكروا تلقى عندنا الحل، هو ان احنا نفكروا ان احنا نهزوا من لا سيبليمونطاسيون، نهزوا من المصادر ديال الحديد الى اختارنا على ان هذا هو السبب. يعني هو المساله اللي كنبغي دائما انشر ليها هو ان بيبي يعني بيبي ديال 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 عام مثلا راه كيكون عنده نفس تقريبا نفس الحاجيات كل انسان كبير، يعني ما كيكونش واحد الفرق اللي هو كبير، يعني واحد 11 ملي غرام تقريبا في اليوم اللي كنا كنحتاجوها تقريبا حتى 20 ملي غرام، وهنا كتفوت على حساب واش عندنا فقر ديال الدم ولا لا. التغذيه ديالنا بطبيعه الحال انا عارف باش نكونوا في الحال عارف خفاف مزيان ان احنا التغذيه ديال الطفل ديالنا نحاولوا ما امكن ان احنا ننوعوها ونبعدوا الاستعمالات كما ذكرت قبيله مثلا ديال الشاي مثلا في الوقت، ولا حتى بعض الاعشاب الطبيه اللي كتلعب هذا الدور ديال الكيلاتور قبيله ذكرت، والاغلبيه ديال المشروبات النباتيه اللي احنا ديال الاعشاب الطبيه اللي احنا كنستعملوها ك يعني كمشروب اغلبيتها كيكونوا فيها تيتانو، واغلبيتها كتقدر تسبب لنا في نقصان من الحديد. اذا هنايا بطبيعه الحال كنسمعوا واحد العدد كبير ديال السيدات كيستعملوا الفوه، فالفوه هي كتبقى من بين المصادر ديال الحديد، بحال نفس لوتيغ لي زيبينار مثلا، او يعني بحال لي زيبينار، او حتى الحريقه يعني، او البيتخاف، او بطبيعه الحال كما كنعرفوا ان المصادر الحيوانيه خاصه مثلا الاسماك، شي واحد القطع ديال الاسماك البيض يعني اللي هذوك لي نوا، يعني الاساس اللي كنبغي نركز عليه عندهم الاخت هو انها تركز على واحد التنويع، على واحد النظام غذائي اللي فيه كل شيء، يعني لو فيغ ايميك ولو فيغ نو ايميك، يعني مصادر حيوانيه وفيه مصادر كذلك نباتيه، ومن في المصادر النباتيه كنهضروا على خضار، كنهضروا على فواكه، وبطبيعه الحال اعشاب طبيه اللي هي كتنفع غير في الجهاز الهضمي مثلا من قبيل الكرويه، من قبيل حتى الفوه، يعني ندخلوها في التغذيه ديالنا مزيان، ولكن ما نساوش على انه الاساس ديال التركيز خاص يكون على التغذيه والنمط الغذائي ديالنا. هذا بطبيعه الحال اذا افترضنا ان التشخيص يعني كان على انه السبب هو 100% غذائي وما كاينش شي سبب اخر. نعم، اذا هنا في الحاله ديال الام رضا وليداتها يعني هنا دكتور عبد الخالق رمضاني بالنسبه للفوه نعتبروها غذاء، ما كاينش تفاعل نهائيا مع العلاج اللي كياخذوا الوليدات ديال فقر الدم. لا، التفاعل كيف ما ذكرت ديال فقر الدم خاصه غادي يكون مع المشروبات اللي كنكونوا فيها الطالع من قبل مثلا الشاي. دابا بحال الاتاي. بحال الاتاي مثلا. وخا. يعني وحتى الشاي بطبيعه الحال الاطفال كتجي صعيب على ان احنا نحرموهم منه، اذا على الاقل ما يكونش واحد الاستهلاك اللي هو كثير، او لا حتى اذا كان واحد الاستهلاك يكون بعدا كان على الاقل بعيد بزاف من الاوقات ديال اللي احنا كنحطوا في هذيك الاطباق اللي احنا عارفين على انها مصادر ديال هذه الماده. نعم، من بعد ام رضا من اسفي غادي نتواصلوا مع سعيده، هذه المره هي معنا على الخط. اهلا بك سعيده. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تبارك الله عليكم، الله يعطيك الصحه على هذه البرامج. يا رب امين، مرحبا بك لاله سعيده. الله يسهل عليك، بغيت نسول الاستاذ. اييه. عندي الليبيس، راه كنت اتصلت بكم. اييه. وكناخذ الثومه الصباح على الريق. واش كضر ولا ما كضرش؟ وكناخذ الادويه ديال السكر وديال لوبيس. باش نعرف واش الثوم.
داء السكري مثلا لاله سعيده كتاخذي غير الفانيد ماشي الانسولين. غير الفانيد ماشي الحقنه. نعم ماشي الحقنه. واللي بيس كناخذ عليه حتى هو الفانيد. كتاخذي فانيده في النهار فانيده ونص؟ تاع لي بيس كناخذ جوج في النهار. جوج في النهار. 20 ملي غرام ديال 20 ملي غرام لاله سعيده؟ ديال 40. 40 داكوغ. هذاك الدواء اللي تيجي من فرنسا. داكوغ. واخا. وبغيت نعطيك صحتك كناخذ بارفوا في الليل بريريد فيه اللويزه والزعتر واليازير. اييه. وهذوك واش حتى هو ياثر لي على الدواء ولا لا؟ واخا نجاوبوا ان شاء الله على كل اسئلتك لاله سعيده. الله يحفظكم الله يجازيكم بخير. يا رب امين. شكرا لك. شكرا بزاف على البرامج. العفو هذا واجب علينا ان شاء الله. دعواتنا ليك لاله سعيده ولكل مريض بالشفاء العاجل والقريب وان شاء الله دوام الصحه والعافيه للجميع. اذا نبداو اولا بالمشكل ديال داء السكري لانه كان السؤال حتى ديال ام مصطفى دكتور عبد الخالق رمضان ديال بزاف ديال الناس على داء السكري والتفاعل مع الاعشاب كيفاش كيكون. فاول حاجه سولت عليها لاله سعيده هو الثومه. الثومه وكيفاش كتاثر على داء السكري. داكو ربما الثوم بالنسبه اللي كنا هضرنا عليها واحد الحلقه كنا تطرقنا لواحد عدد كبير ديال المكونات اللي كاينين فيها. كنا تطرقنا سميتو العدد المكون اللي هضرنا على لاليين، هضرنا على الامكانيه على انها تقدر يعني كمنظف كتقدر تعاوننا باش نحافظ واحد العدد كبير ديال الميكروبات، كتحفز المناعه، كتعاوننا باش نقاد الضغط الدموي. وكذلك كنتكلم على انها كنقدروا نهبطوا بها شويه نسبيا يعني البروغريسيميون بحكم على انها من بين الحويجات اللي كاينين المكونات اللي كاينين فيها كاين واحد الماده كما ذكرت قبيله اللي هي كاريمون سي دو لا فيتو انسولين ياك. اذا هنايا كنستنتجوا على ان واحد العدد كبير ديال السيدات كيستعملوا بعد ولا سنه كيستعملوا بعض الاعشاب وكيستعملوا ادويه. هنا دائما النصيحه اللي كنعطيهم هو يعني اي واحد كيستعمل شي حاجه مزيان انه يشيرها الطبيب المعالج ديالو. علاش؟ لان كيكون دائما الهاجس هذا التخوف ديال بطبيعه الحال ديال المضاعفات اللي افترضنا ما كاينش مضاعفات هنا تقدر تكون مضاعفات على الكبد على الكلى على الامعاء. وهنا غادي نشير بالنسبه للاخت سعيده الثوم هي اللي كثرنا منها فمن بين الحويجات اللي كتقدر تسبب لنا فيها هذيك الحرقه في المعده وتقدر تطيب لنا شويه المعده نتاعنا وتقدر تسبب لنا كذلك في بعض الحالات ديال الاسهال. ولكن كما ذكرت ان بعض الاعشاب كذلك تقدر تمشي في نفس الاتجاه ديال الادويه او لا كتمشي في اتجاه معاكس ديال الادويه. هنا لحسن الحظ هنا في الحاله ديالها هو انه مثلا الثوم كتمشي في الاتجاه ديال يعني كماده اللي هي كتجري الدم اللي كتقاد لنا المناعه، يعني ما كاينش واحد التفاعل اللي هو سلبي ولكن كاين تفاعل ايجابي تو خاصنا ناخذوه بعين الاعتبار بحكم على انها كتمشي في نفس الاتجاه ديال الدول ديال السكر. اذا هنا مزيان على ان هاد الحاله هذه ولا الاخت مزيان ان احنا نحاولوا نشيروا ليها مثلا تما اي واحد مثلا بين الحويجه اللي كنلقاو ان بعض الناس اللي كيستعملوا اي حاجه من هذا الشيء اللي غادي نذكر مثلا كيستعملوا بعض المرات لليوم سيبا ولا لونيون ولا البصله لليوم البصله او الثوم او لا لوكاليبتوس غلوبيلوس يعني واحد او لا كيستعملوا سميتها الحلبه او لا اوراق الزيتون او لا بعض او لا حتى الاوراق ديال القرقع او لا حتى القرقع هو نيت كيستعملوا في كومباس كيستعملوا دوك الاوراق ديال الفريز وبعد مرات كيستعملوا الميرس كيستعملوا بعد مرات الشاي يعني كاين واحد العدد كبير ديال الاعشاب الطبيه اللي كيستعملوها باش يعني كمحاوله باش نقصوا من السكر. مزيان على ان هنا هاد الحويجات هادو دائما نشيروا للطبيب ديالنا المعالج اللي هو غادي يعرف هذيك الاعشاب ولكن كيفاش كتخدم. مثلا بحال مثلا ذكرت الشاي فهو كيلعب دور بحكم انه غني بهذوك لي طانح اللي فيه. اوراق الشاي ربما كنا تطرقنا ليهم وتطرقنا لواحد المكونات ديالو. بالنسبه لجينيا كنا تطرقنا على انها فيها بعض
بعض الأحماض الأمينية يعني تقدر تلعب لنا واحد دور كبير كنقصان كوم إيبوغليسيميون. هذه حوايج ضروري أن احنا نشيروا لهم المعالج ديالنا الطبيب ديالنا باش ياخذهم بعين الاعتبار في الفعالية ديال الأدوية ديالنا، أو لا كاريمون ربما في بعض الأحيان أنه ينصحنا بعدم استعمالهم. نعم إلا سمحتي غادي نرجعوا لك مازال، إلا سمحتي دكتور عبد الخالق رمضان احنا راجعين لعندك مازال باش نوصلوا معك حلقة اليوم من برنامج الصحة والسلامة، وموضوعنا على تفاعل الأعشاب مع الأدوية. معك دكتور عبد الخالق رمضاني الأخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، وأرقام التواصل معنا دائما مفتوحة وراء الإشارة 0522 46 72 50 51 أو 52. ما تنسوش كذلك رقم 5080، كتبوا كلمة صحة خلوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم للرقم 5080. فاصل إعلاني وراجعين، بقوا معنا. ما بين الأدوية والأعشاب غالبا ما كيكون تفاعل، إما كيزيد من الدور ديال الدواء وكيولي إفراز، أو للعكس بأنه كيحد من الدور ديال هذاك الدواء وهنا كيكون تفريط. واللي شائع بزاف هو أن التفاعل اللي كيكون عادة ما بين البصلة والثومة مع استعمال الأنسولين، وهنا كيقدر يؤدي لانخفاض معدل السكر في الدم بشكل لا قدر الله يقدر يعطي حتى المشكل ديال الغيبوبة. كاين أعشاب اللي كتفاعل مع الدورة الدموية وممكن تعطي نزيف لا قدر الله. كاين كذلك أعشاب اللي كتقدر تأثر على حبوب منع الحمل وما كتخليهاش دير الدور ديالها. ومن الأعشاب اللي شائع على أنها كتعطي تفاعلات في حيث أنه كان إفراط في التعامل والاستعمال ديالها، بحال حبوب القهوة، سكينجبير، ورق الزيتون بما أنه هذا هو الموسم ديالها، ورق القرقاع كذلك، اليوفارقون أو الحلبة. لذلك بما أنه الأعشاب هي من الطبيعة وهي اللي كتجود علينا بها، فدائما تعاملوا معها كغذاء وماشي كدواء. كانت هذه فقط نصيحة اليوم. مرحبا، تواصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 أو 52. ما تنسوش كذلك رقم 5080، كتبوا كلمة صحة خليوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم هذا الرقم. إذا سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني، نرجعوا للسؤال ديال لالة سعيدة اللي كانت كتعاني من مشكل ديال الدئبية الحمراء وسولات على الثومة اللي كتاخذها دائما على الريق. فبالنسبة للعلاج هي قالت كتاخذ الأقراص تقريبا 2 ديال الحبات كل نهار، وقالت أنه ذاك الأقراص يعني كتجيبها من فرنسا ما متوفرش في بلادنا، فهي قالت أنها كتستعمل كذلك الثومة كل صباح على الريق وكتستعمل هذا الدواء في حالة ديال إصابتها بالدئبية الحمراء. واش كاين شي تأثير كذلك ولا لا؟ ما سمعتش الاخر ديال السؤال. هي قالت الاستعمال ديال الثومه على الريق كل صباح مع العلاج اللي هو خاص بالدئبيه الحمراء، وقالت انك تاخذ 2 ديال الحبات 40 ملي جرام في النهار. هو فعلا كيف ما ذكرت مثلا هي كتاخذ هذيك الكيمياء اللي هي كيمياء نسبيا صغيره، ولكن ما كناش ان احنا نشيروا حيت الحدات ديالها ولا يعني كاين واحد الخاصيه خاصه في هذا المشكل ديال لي بيس اور تيب لي بيس اريتيماتون ديسيمينال اللي هو واحد المرض اللي هو يعني طويل المدى، كنفضل هذا المصطلح هذا على مرض مزمن اللي كيبغي واحد التعامل لواحد المدة اللي هي طويلة. الثوم هنايا في هذه الحالة هذه يعني مزيان لها بحكم أنه خاصة يعني كمكمل غذائي، يعني مزيان أنه كيعاونها للوقاية من بعض التعفنات اللي كتقدر تصاب فيها. يعني كيعاونها كوم فلويديفيون ديال يعني كيحرك الحركة الدموية، وكان التدريب كيعاون كما ذكرنا قبيلة، فهو سيتان بون ايبوغليسيمون بمعنى أنه علاج يعني كيعاوننا باش كنعدلوا النسبة ديال السكر في الدم ديالنا. واخا كيف ما ذكرت هنايا بطبيعة الحال في الماء، أنا ما نكرهش مثلا الأخت سعيدة، في الماء كتبغي تستعمل شي أعشاب طبية وداك الشيء مزيان على أنها تكون واحد الاستشارة ديال المعالج ديالها وتعطيك فكرة على الأعشاب اللي هي كتستعمله. نعم، إلا سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني كان عندي أنا سؤال، واش المدة يعني المدة اللي كتكون ديال الساعات ما بين استعمال الدواء واستعمال الأعشاب ممكن على أنها تقلص أو لا تحد من ذاك التفاعل اللي كيكون؟ مثلا الإنسان خدا الدواء ديالو في الصباح والأعشاب ما غادي ياخذها حتى العشية، واش هذا الأمر ممكن يعني ذاك البعد ديال المدة ما بين استعمال الدواء والأعشاب كيحد من الوقوع أو لا حدود التفاعل؟ هنا على حسب النوعيه ديال الادويه، حيت كاين بعض الادويه اللي كيكون الهدف منهم هو تكون واحد لا كوفرتور ديال 24 ساعه، يعني تكون واحد الانسان محظي او لا كنعاونوه في المده ديال 24 ساعه، وكذلك على حسب النوعيه ديال التفاعلات ما بين ديال الاعشاب الطبيه. مثلا ذكرنا مثلا البامبلوموس،
بامبلوموس ربما واحد العدد كبير ديال السيدات والساده كيسمعوا به بامبلوموس هو الي وسط واحد العدد كبير من التفاعلات الحذاريه من استعمال بعض البامبلوموس وبعض الادويه. هذه مساله اللي كتبقى نسبيا صحيحه لانه فعلا واحد العدد كبير ديال الدراسات اللي مشات في الاتجاه لانه فعلا اللي كنشربوا هذا المشروب هذا بواحد الشكل اللي هو كثير في واحد التوقيت اللي حنا كنستعملوا فيه الادويه كينقص من الفعاليه ديال واحد العدد كبير من الادويه منهم بعض الامراض كما ذكرنا قبيله ديال الاخ اللي كيعاني من الصرع ديال واحد العدد كبير ديال الادويه اللي هي مضادة لسميتهم للضغط ديال محاربة الضغط اللي كنقصنا من الضغط الدموي. كاين كذلك مثلا بعض الأدوية اللي واخا كتخدع مثلا يعني ضد ديال بحال الديروكسين اللي كتكون من ضربات ديال القلب ولا ميدافون ولا شي حاجه. يعني واحد العدد كبير ديال الادويه اللي معروف عليها انها كاين الامكان ديال التفاعل ديالها مع مثلا هذا البامبلوموس اللي احنا ذكرناه او لا حتى كاين منهم اللي عندهم تفاعل حتى مع الميبيرتين او اليوفاريكون ولا حتى الجانسين ولا حتى مثلا الريغليز او العرقسوس اللي هو معروف عليه لانه فعلا بحكم المكون اللي فيه الجليسيرين لانه كيقدر يرفع علينا من الضغط الدموي. الطريقه كيفاش كيخدم سي تان نونتي ديوريتيك معناه انه كيمشي انا عارف من هذا المصطلح كنفهموا على انه كيمشي ضد بعض العلاجات ديال الضغط الدموي للديوريتيك ولا المضره للبول. وبالتالي فهو مثلا هنايا التخلاط ديال مثلا عرقسوس ولا الجليسيرين مع بعض الادويه اللي كتمشي في هذا الاتجاه هذا بطبيعه الحال فهو كيمشي ضدها. اللي كاين واحد ماشي باجماع ولكن واحد اتفاق على انه على الاقل يكون واحد 6 سوايع ما بين استعمال ديال الادويه واستعمال ديال هاد المكملات ديال هاد الاعشاب الطبيه. ولكن بطبيعه الحال دائما كتبقى المساله ديال المراقبه اللي دائما انك والاستشاره اللي دائما انك كنركز عليها لانه ولو انه اعشاب طبيعيه فراه كيف ما كنقول وكنعاود دائما فراه لا ميدسين دوس ولا هذا الطب اللي حنا كنسميوه طب رحيم راه ماشي دائما رحيم وفي بعض الاحيان يقدر يتسبب لنا في بعض المفاجات اللي ما كنقول الله يحفظ اللي تقدر تكون ماشي ساره. نعم نمشيو هذه المره لنقطه اخرى دكتور عبد الخالق الرمضاني وغادي نرجعوا لها بعد ما غادي ناخذوا شيماء اللي هي المساله ديال الناس اللي كياخذوا ادويه اللي خاصه بالمشكل ديال الكوليسترول وكيستعملوا زريعه الكتان. هنا كذلك واش كيوقع تفاعل او لا هذا هو السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه بعد ما ناخذوا شيماء معنا على الخط. اهلا بك شيماء. الو مرحبا بك شيماء صباح الخير. اذا عافاك لاباس عليك. الحمد لله شيماء اهلا وسهلا. كيفي لاباس ربي يخليك. الله يخليك. بغيت نسول الدكتور رمضان. ايه عندي ولدي عنده دابا 4 سنين عنده حساسيه ديال شجر الزيتون وديال لي زاكاريان. ايه والطبيب دابا انا كنتبع عند واحد الطبيب بيدياتر او ميم طون كيعرف هادشي ديال الحساسيه. مخرج ليا داك الدواء الزرق اللي كيترش الا تخنق ليا بزاف كندرو ليه واحد سي جور وي جور وواحد السيرو نص عنده نص معلقه في النهار السيرو الزرق هو ما بغيتش نقول ثانيه. وابخي ولوني واحد الطبيب كيخرج هو دكتور ولكن كيخرج الدوايات مصايبه بالعشوب. ودابا هاد الايام مشيت عنده دابا شي كانجو خرج ليا واحد الدواء فيه شريحه وثومه وذاك البروستور ديال اللحم البروستور ما نسيت سميتو التراطوليس وقيله التراطوليس وزريعة ديال البصلة والعسل ديال الكاريتيس وزيت العود وواحد السيرو دير هو بحال الماء مصايب بالخزامة وديكشي كنخلطو ليه مع الماء أييه كيشربو وواحد الحبات كينقهم دابا ديرنييرمون دابا وليت فاش كنعطيه الدواء حيت عندي قبل الماكلة بربع ساعة باش كيجي ياكل كيقول لي ماما دراني كلشي ماما دراني كلشي دابا ما عرفتش شنو غادي ندير. يعني شحال دابا باش بديتي لي هذا الدواء هذا العلاج شحال شيماء تقريبا باش بديتي؟ دابا شي كانجور. نعم ولاحظتي شي تحسن من الحاله ديال الوليد ولا لا؟ هو مابقاش مخنوق ليا ولكن باقي كنعطيه السيرو ديال الطبيب ديالو الاولاني ديال البيبيات. نعم اذا دابا كياخذ العلاجات بزوج.
اي دابا بغيت نسول على العلاجات بجوج واش صعب عليه حيت هو صغير وعنده 4 سنين وبغيت نسول عافاك الدكتور هاد الطبيب الخناني اللي عطاني دواء العشب قال لي لي برودوي لي تيغ ما تعطيهمش ليه كاريمون ما عطيه لا فرماج لا حليب لا والو ما عرفتش واخا نجاوبوا ان شاء الله على كل اسئلتك شيماء شكرا لك تواصلتي معنا شكرا انا مفرحانه بزاف اليوم اللي شتي نخط معكم العفو مرحبا بك معنا في اي وقت شيماء العفو الواجب علينا فإلى سمحتي دكتور عبد الخالق رمنين غادي نرجعوا ان شاء الله ونجاوبوا على كل الاسئله ديال شيماء ولكن قبل كانت النقطه اللي طرحوها بزاف ديال المستمعين الكرام وبغاو اجابه عليها نعم الكوليسترول وزريعة الكتان داكو هو الكوليسترول وزريعة الكتان انا ربما زريعة الكتان كتبقى من المصادر المهمه ديال واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كتكون نافعه واللي دائما يعني صحيه بزاف لواحد الدرجه اللي هي كبيره وربما انا من بين الناس اللي كيناديو ان السيده الاستاذ انهم دخلوهم في الاطباق ديالهم يعني ويكثروا منهم يعني بدون اي تخوف الا في حاله بعض الاستعمالات انا بحكم على ان احنا في الحلقه ديال التفاعلات الا في بعض الاستعمالات ديال بعض الناس اللي كيستعملوا بعض الادويه مثلا زريعه الكتان من بين مكونات فيها فيها الدلينيوم وهذوك اللي معروف عليهم لانهم بحضور بعض الادويه لمضادات الالتهاب منهم خاصه اللي كتكون فيها الماده ديال لاندوميتاسين ولا بريكلوفيناك بدرجه اقل فمعروف عليهم لانهم كيمشي واحد كيكون بيناتهم واحد التفاعل اللي كيمشي خاصه يعني كتكثر من التاثير ديال هاد يعني هاد اللينيوم اللي هو من بين المكونات ديال زريعه الكتان كيكثر من التاثيرات ديال هاد المواد هادي لاندوميتاسين بالدرجه الاولى تبعها ديكلوفيناك بالدرجه الثانيه وهذه ادويه مضاده للالتهاب يعني كيكثر من التاثير ديالهم على المعين وبالتالي كيكثر لنا ديك الامكانيه من الاصابه بديك القرحه ديال المعده اللي كتكون كمضاعفه ديال واحد ديال الاستعمال ديال بعض الادويه المضاده للالتهاب يعني احنا لاحظنا على انها بديتها بزريعة الكتان والمنافع الكثير اللي عندها حتى فيما يخص الكوليسترول وربما الكوليسترول احنا كنا تطرقنا لها واحد الحاله واحد الحلقه وكنا تطرقنا بطبيعه الحال كان واحد العدد ديال الاعشاب اللي كنقدروا نصحوا بها ولكن كتبقى بطبيعه الحال التغذيه السليمه هي الاساس الحركه الرياضيه شرب الماء يعني النمط ديال الحياه وديال العيش اللي كيبقى مهم عندنا بزاف وبطبيعه الحال كتبقى الاهميه ديال بعض المصادر خاصه ديال الاسيد اوليك مثلا زيت العود اللي كيبقى من بين احسن المصادر ديال الاسيد كامون وساتوري اللي معروف عليه لانه كيصعد لينا كي كمصدر خارجي ديال الكوليسترول اللي بين قوسين كنسميوه نافع وكذلك يعني بعض التغذيه اللي يكون فيها سريه منهم مثلا زريعه الكتان ولا حتى الشعير حتى يعني اللي معروف عليهم على انهم كيكثروا لينا داك الافراز ان كنتخلصوا كتمكنونا باش الكبد ديالنا باش كنتخلصوا من الكوليسترول بدل ما تكون ديك العمليه ديال اعاده الامتصاص. نعم راجعي لعندك دكتور عبد الخالق رملي ان شاء الله ونجاوبوا على كل تساؤلات ديال المستمعين الكرام منهم تساؤلات ديال شيماء وديال باقي المستمعين اللي بعثوا بكل تساؤلاتهم عن طريق رقم 5080 كيكفي انكم تكتبوا كلمه صحه كتخليوا فراغ صغير وكتبحثوا بسؤالكم للرقم 5080 فاصل يعني وراجعين بقوا معي ورجعنا على ميدغاديو الاذاعه القريبه منكم في حلقه اليوم وبرنامجكم صحه وسلامه رفقه الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه وارقام التواصل معنا دائما مفتوحه اليوم موضوعنا على التفاعل اللي كيوقع ما بين استعمال الادويه والاعشاب في الكثير من الحالات ارقامنا دائما هي 0522 46 72 51 او 52 والا عن طريق الرقم 5080 غادي نمشيو نتواصلوا مع فاطمه معنا على الخط من مدينه اكادير ونرجعوا نجاوبوا على تساؤلات ديال شيماء اهلا بك فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا على هذا البرنامج. العفو فاطمة. شكرا على البرامج ديال ميد راديو. شكرا لك. مرحبا لالا فاطمة. وكنتمنى الشفاء للدكتور. يا رب إن شاء الله لكل مريض. شكرا طلب. والسؤال اللي عندي يا دكتور كناخذ فيتامين دي وكناخذ أستيجيك يوميا. إلا سمحتي فاطمة إلا سمحتي بعدي على الراديو لأنه كيرجع داك الصدى ديال الصوت ديالك بعدي على الراديو أو لطفي من الأحسن فاطمة باش نسمعك بشكل واضح ونجاوبوا على سؤالك إن شاء الله. صح شكرا لك فاطمة. الله يخليك السؤال اللي عندي هو واضح كتاخذي فيتامين دي وكتاخذي دوك الخنيشات داك المسحوق أييه وكناخذ
الشاي مع البابون السلمية ما بدوش والزعتر دائما تنديرهم في اتاي. واشنو الغرض للا فاطمه؟ واش غير حيت كيعجبك المذاق ديالهم ولا كاين شي غرض؟ علاش كتستعمليهم؟ دابا ولفت دائما تنديرهم. ولات عندك عاده؟ عاده اييه. ما في ابدا خصني اتاي يكونوا فيه الاعشاب. نعم واخا نجاوبوا ان شاء الله على اسئلتك. العفو فاطمه، شكرا اللي كنتي معنا من مدينه اكادير. الا سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني نرجعوا للاسئله ديال المستمعه الكريمه اللي هي شيماء، واتصلت بنا قالت المشكل اللي كاين عند الوليد ديالها في العمر ديالو 4 سنين، فهي كانت خداتو عند الطبيب ديالو اللي هو اخصائي في طب الاطفال، اعطاها علاج اللي هو خاص بالمشكل ديال الحساسيه كيف ما شرحت. عنده مشكل ديال الحساسيه ديال الوراق ديال الزيتون ومشكل ديال الحساسيه ديال القرديات اللي كيعيشوا في الغبره، فهي قالت انه مازال كياخذ علاج ديال الطبيب اللي هو اخصائي في طب الاطفال، وكياخذ علاج ثاني للاساس ديالو هو مجموعه ديال الاعشاب. فهي كتسول واش وليد في هذا العمر ما غيكونش شي تاثير على الصحه ديالو لانه كيستعمل زوج ديال العلاجات. نعم عند على حسب ما فهمت ربما وقيل يعني المعالج ديال هذا حتى الثاني وقيل يمكن طبيب، يمكن طبيب اللي كيستعمل بعض الادويه اللي مصوبه بالاعشاب الطبيه ربما، لانه ملي كان المساله اللي ضروري خصنا نعرفوها هي كتستعمل بعض المضادات ليزونتي ستامينيك، كتستعمل يعني كاين واحد كتبان على حسب ما كيبان على انه كاين واحد المتابعه، وخاصه المساله اللي كنبغي نركز عليها هو انه الوليدات في هذا السن هذا واحد عدد كبير منهم كتكون عند قدر تكون عندهم مشكل ديال الحساسيه، مشكل ديال الضيقه، مشكل ديال هكا، ملي كتكون واحد هذيك المتابعه القريبه والسورتو داك التريتمون دو فون يعني داك العلاج اللي بعيد المدى راه كيكون مهم. علاش؟ خاصة انه في واحد العدد كبير من الحالات كتكون الامكانيه ديال العلاج. اذا كنصح السيده باش يكون واحد المتابعه، حتى اذا كتستعمل بعض الحويجه الموازيه مزيان انه يكون واحد يعني يكون واحد يعني يتم التفريغ ديال المعالج ديالها باش يكون عارف شنو هي الحويجات اللي ضروري اللي كتستعملهم بالموازات. مع ذلك هي بطبيعه الحال يعني كاين بعض المدارس اللي كتهضر على بعض الحميات الغذائيه خاصه ما يخص الماده ديال الهيستامين. شيماء ذكرت لنا على ان الابن ديالها كيستعمل واحد الملعقه في اليوم ديال واحد الماده مضاده للافرازات الكثيره ديال الهيستامين. وذكرت هو فعلا في هذه المدارس هذو اللي احنا ذكرنا كيهضروا على ان هو فعلا يعني لا تونور ديال الهيستامين من الكميه ديال الماده ديال الهيستامين في بعض الادويه كتختلف على حسب واش عفوا على حسب التغذيه، كتختلف واش هذيك التغذيه اللي حنا عندنا جديده واش كانت مخزنه محطوطين عليها بواحد الطريقه اللي هي طبيعيه. وبالاخص هنا هو المساله اللي كنبغي نركز عليها عند الساده هو الطريقه ديال التصنيع. يعني الناس فاش كيكونوا عندهم بعض الاطفال عندهم الحساسيه ولا عندهم شي مشاكل هكا، من الاحسن انهم يتخلاو على اي حاجه مصنعه ويستعملوا يكتفيوا بالحويجات اللي هما طبيعيين يعني اللي ما كاينش فيهم واحد لا ترانسفورماسيون وما كاينش فيهم مواد حافظه، ما كاينش فيهم بعض الملونات، ما كاينش فيهم بعض الحويجات اللي المنسمات، هادو راه كلهم راهم من بين الحويجات اللي هما نيت ربما في واحد العدد كبير ديال الحويجات كنفكروا على انهم هما المسببات ديال الحساسيه. ولا سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني على ذكر الاغذيه ذكرت شيماء لانه هذا الامر كذلك مقلقها على انه الطبيب نصحها باش المشتقات ديال الحليب كلها ما ياخذهاش الوليد، الحليب ما كياخذوش، فروماج ما كياخذوش، ربما حتى الانواع ديال الياغورت ما كياخذهاش، فكتقول واش ما كاينش تاثير على الصحه ديالو هو في هذا السن محتاج لهذه المواد هذه؟ لا هو بطبيعه الحال هو محتاج لواحد التغذيه اللي كتكون يعني متنوعه اللي فيها لحوم، فيها مصادر ديال الحليب، فيها خضار، فيها فواكه، فيها ماء، يعني هادو كاملين باش يعطيو يعني واحد النسبه معينه من السكريات، من البروتينات، من الدهنيات، من الفيتامينات، من الاملاح، من الاوليغوليمون، من الماء، يعني هادو حويجات اللي هما مهمين ليه من الالياف، يعني مهمين ليه في الحياه ديالو. هو بطبيعه الحال ما يكونش واحد اكثر من الحويجات اللي معروفين عليهم على انهم كيزيدوا كيحفزوا هذيك المناعه. مثلا بطبيعه الحال مثلا انا غادي نمشي معاهم مثلا بالنسبه للياغورت
اللي ذكرتي بالنسبه ليا وقت اللي هما طبيعيين يقدر يستعملهم واحد الكميه اللي هي معقوله. بالنسبه للحوم يحاول يبتعد مثلا على الكبد، على ديك الحويجه اللي يكونوا مصنعين، يحاول يمشي مثلا يبعد مثلا من الحويجات اللي هما يا ماشي مصنعين ولكن اللي الانتاج ديالهم تم بطريقه صناعيه، مثلا الدجاج الرومي. يعني يحاول يبعد مثلا حتى من بعض الانواع ديال الاسماك، يحاولوا يبعدوا منها، مثلا يبعدوا على السردين، على الكبايله، على الطون، يعني يمشيو بالقلب ويبقاو في ذوك اللحوم البيضاء، يبعدوا من ذوك الفرويدومير حتى هما معروف عليهم لانهم كيقدروا. وهذه الحميه هذه يكون فيها واحد المده، الا لاحظتي ملي حيدنا ليه مثلا اقترحنا عليه انه ما ياكلش السردين، ما ياكلش الكبايله، ما ياكلش هذا، راه كاينين اللحوم البيضاء، كاين الميغلون، كاين حويجات اخرين اللي هما في المتناول، وكذلك يعني معروف عليهم لانهم مصادر التغذيه ديالو مهمين، وفي نفس الوقت ما عندهمش ما غنيينش بزاف من هذه الماده هذه. كذلك يعني حتى القهوه بطبيعه الحال هنا غالبا ما هو الطفل فغادي يكون بواحد الشكل اللي هو قليل. يعني كاين واحد الحميه حتى في الفواكه، كاين حويجات اللي كنصحوا على انه يحاول ينقص منهم في هذه الحاله هذه، مثلا غير بحال لي فخيس، بحال لي بانان، الاناناس اللي معروف عليهم لانهم كتكون في واحد لا تونور، واحد النسبه ديال الاستعمال اللي هي مرتفعه. نعم، الا سمحت لانه الوقت ما بقاش بزاف دكتور عبد الخالق الرمداني، نجاوبوا على السؤال ديال فاطمه كذلك من اكادير، كتاخذ ادويه اللي هي خاصه بانها تعطيها فيتامين دي لانها عندها نقص فيتامين دي، وعندها عاده ديال شرب اتاي مع البابونج، مع السالميه، مع مرد الدوش. واش ممكن هاد اتاي قالت انها كتشربه يوميا يكون عنده كذلك تفاعل مع الادويه اللي كتاخذ اللي هي خاصه بنقص فيتامين دي؟ داكور، هنا فيما يخص الفيتامين دي، فيما يخص الاش بي جي، كتاخذ قلنا الاسيد ساليسيلي، كتاخذ ذكرت انها كتستعمل بعض الاعشاب، يعني حتى الطريقه باش ذكرت انهم كتطلقهم، يعني كتناولهم مع الشاي، كتستعمل لا كامومويه ولا البابونج، كتستعمل الشاي، كتستعمل العطره ولا لذة، يعني كتستعمل بعض الاعشاب، وحتى الكميه غالبا باش كتكون تستعمل واحد الكميه اللي هي قليله، يعني ما عندها حتى شي تفاعل مع الادويه اللي ربما هي كتاخذها. عاد كنبغي انا جغياجي، يعني يكون عندي واحد رد فعل باغبوغ الفيتامين دي، لانه الملاحظه اللي لاحظنا على ان واحد النسبه كبيره ومقلقه ديال السيدات ولاو كيعانيو من الفيتامين دي. هنا نبغي الحلقه اللي نساليوها على التساؤل، وربما كاين معايا واحد عدد كبير ديال الاخوان المختصين اللي غاديين في هذا الاتجاه هذا ديال البحث على السببيه ديال هذا النقص ديال الفيتامين دي المهويل، وتبين ربما من بين الحوايج، وربما كانت عندنا واحد التجارب اللي هي ديال بعض السيدات، منهم مثلا على الاهميه ديال 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 الشمس، الاهميه ديال التغذيه المتوازنه، الاهميه ديال الشمس. ملي كنقول الشمس راه يكفي انه واحد ربع ساعه اللي كنشمشوا فيها الوجه ديالنا والدرعان ديالنا في اليوم، إذا مشينا منها عاد ثلاثة مرات ولا أربعة مرات في الأسبوع فراح كتكون كافية. نعم.